وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم صباح سوري. يوم رمضان بنتمنى فيه استمرار لمات العائلة، وبنستذكر مع بعض الحديث الشريف يلي بيقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يسعد صباحك آلاء. صباح النور وداد، ويسعد صباحكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم صباح سوري. يوم جديد وحلقة جديدة بنبداها سوا مثل العادة بأبرز عناوين حلقتنا. مع الذكرى السادسة لاستشهاد الزميل زاهر الشرقات رح نبدأ مشوارنا الصباحي لليوم. منه رح ننتقل سوا إلى انتشار التهاب القصيبات الشعرية بين الأطفال في إدلب، ثم مع درس العقل ومتى يجب الخلع، الختام مع سؤال الحلقة: وكيف تتواصل مع أقربائك خلال الشهر المبارك، إضافة لفقرات أخرى منوعة. نحن معكم على الهواء، كونوا معنا. لمة العائلة والزيارات العائلية كتير كانت من أهم الأنشطة برمضان، لكن مع الأسف بعد التهجير واللجوء العيال تفرقت وبعدت المسافات. وبظل هاي الظروف مشاهدينا حبينا نطرح عليكم السؤال التالي: كيف بتصلوا أرحامكم؟ طبعا للمشاركة بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. يصادف اليوم السنة السادسة لفراقنا الزميل الشهيد زاهر الشرقات يلي فقد حياته بعملية اغتيال على إيد عناصر من تنظيم الدولة. طبعا أبرز محطات العمل الثوري للزميل زاهر ومشاركته في قناة حلب اليوم وحادثة اغتياله نتابعها في المادة التالية. البداية في نشوء هذا التنظيم في العراق لا ينبغي أن ينظر إليها مجتزأة هكذا، وإنما ينبغي أن ينظر إلى السياق التاريخي الذي نشأ فيه هذا التنظيم أو هذه الحركة. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم من الخنادق. رحم الله الزميل زاهر الشرقات وجميع شهداء الثورة. مشاهدينا مننتقل إلى إدلب، حيث ازدحمت مشافي إدلب الأطفال المصابين بالتهاب القصيبات الشعرية. صحيح وداد، ما شكل ضغطا شديدا على المشافي العامة وتكاليف باهظة في المشافي الخاصة. تفاصيل أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع نشاهده في التقرير التالي للزميل خلف جمعة. جناح العناية المشددة ممتلئ ولا يوجد شواغر، هذا هو حال معظم مشافي الأطفال في مدينة إدلب وريفها
التهاب القصيبات الشعرية لدى الأطفال اجتاح المنطقة وتسبب بضغط شديد على المشافي، حتى بات دخول الطفل إلى قسم العناية المشددة يتطلب حتزاً مسبقاً. نحن حالياً السنة عدينا بأزمة التهاب قصيبات شعرية كبيرة كتير. أول سبب هو العواصف الثلجية اللي صارت وتدني درجات الحرارة وموجات الصقيع المتتالية. ثاني سبب هو التجمع السكاني الهائل الموجود بالشمال السوري والعيش بالخيام. ثالث شيء وسائل التدفئة غير النظيفة، غير الآمنة، غير الطبيعي. إحنا منظمة سامز مشفى ابن سينا ساوينا خلية طوارئ وساوينا فتحنا قسم طوارئ منشان استيعاب أكبر عدد ممكن من الحالات. أضفنا للمشفى 20 سرير مع 6 عناية مشددة. الكثافة السكانية العالية في الشمال السوري أسهمت في زيادة الضغط على المشافي وفاقمت انتشار الموجة، كما كان إغلاق بعض المشافي في المنطقة نتيجة انقطاع الدعم سبباً إضافياً لضعف الخدمة الطبية وعدم القدرة على استيعاب العدد الكبير من الإصابات. كان زحمة كتير هون وما في شاغر، اضطرينا نأخذ على مشفى خاص، اخذناها ليلي وتاني يوم دقوا علينا فضل الشاغر رجعونا لهون على المشفى، حطيناها هون بمشفى بالعناية. والله بيقولنا إن شاء الله أنه أحسن، بس اليوم رجعوا قالوا لي لا رجعت يعني صدر تعبان شوي. انعدام الشواغر في المشافي العامة يجبر ذوي الأطفال على مراجعة المشافي الخاصة التي تتطلب تكاليفاً باهظة لا يقدر على تحملها معظم سكان المنطقة. بعض الأطفال اضطروا للانتظار لأيام قبل الحصول على سرير في قسم العناية المشددة. مشفى سامز للأطفال هو المشفى الأكبر في مدينة إدلب، ممتلئ بحالة التهاب القصيبات الشعرية. السبب الرئيسي في ذلك هو البرد الشديد، يتبعه وسائل التدفئة البديلة الرديئة. خلف جمعة، حلب، اليوم، إدلب. مشاهدينا، إلى شهر رمضان المبارك وعدد ساعات الصيام حيث تتفاوت بين دولة وأخرى. طبعا، ومن من هي الدول الأقل ساعات صيام ومن هي الأكثر؟ نتابع مشاهدينا في المادة التالية. مشاهدينا، مشوارنا الصباحي مكمل معكم، وبعد الفاصل رح نكون سوا مع الفقرة الصحية، ابقوا معنا. زمن
ليس ببعيد، كانت الصحيفة الورقية صديقة الصباح مع فنجان القهوة. لكن اليوم ومع تطور التكنولوجيا ودخول الإنترنت إلى حياتنا، أصبح للصحف شكل آخر. بنقرة صغيرة على هاتفك المحمول تقرأ وتشاهد وتكون جزءاً من الحدث. في حديث الصحافة نقرأ معكم أبرز الملفات التي تصدرت الصحف العربية العالمية والمحلية حول شأن سوريا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، ومنذكركم بسؤال حلقتنا لليوم يلي كان: كيف بتصلوا رحمكم خلال رمضان بظل اللجوء والتهجير؟ مشاهدينا للمشاركة بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. ضرس العقل هو الضرس الطاحن على كل جانب من الفكين، وهي أيضا من الأسنان المتأخرة في الظهور أو وعادة ما تظهر عندما يكون الشخص بين سن 16 و20 من عمره. نعم آلاء، ولأنه ضرس العقل هو آخر الأسنان الدائمة الظهور، عادة ما بتكون في مساحة كافية متبقية بالفم لاستيعابه، وأحيانا يؤدي هذا إلى انحشار ضرس العقل، أي أنه بيكون محبوس تحت نسيج اللثة بسبب ضرس آخر أو العظم. وإذا كان الضرس منحشر قد يحدث تورم وألم. مشاهدينا نتابع المادة التالية من إعداد صديقة البرنامج حنان العلاوي، وبنرجع لنبدأ حوارنا. Thank you.
مشاهدينا لا نحكي أكثر عن هذا الموضوع. بيسعدنا نرحب بالدكتور نبيل العبسي طبيب أسنان. أهلا وسهلا فيك دكتور نبيل، يسعد صباحك. الله يسعد أوقاتكم يا رب وأوقات مشاهدينكم. أهلا وسهلا. اليوم عم نحكي عن أدراس العقل، وكثير منعرف قديش أنه هي أحيانا يعني لما بتطلع عن بعض الأشخاص بتسبب وجع وآلام. طبعا أنا بسمع فيها بس سمع لأنه لسه بعدني ما جربت هذا الوجع وإن شاء الله ما بجربه. فخلينا نحكي شوي أنه أمتى بتبلش تطلع هاي الأدراس وشو سبب تأخرها عند البعض؟ هلا هي العمر الطبيعي مو تأخر، هي العمر الطبيعي لظهور أدراس العقل بين 17 تقريبا و 25 سنة، وهي ممكن تكون من أكثر الأسنان اختفاء. يعني في كتير ناس يكون ما أساسا ما عندهم أدراس عقل، لكن هل كل حدا عنده أدراس عقل لازم يتوجعه؟ لا أكيد مو شرط هذا. لما يكون درس العقل له مكان ومحله موجود فما بيساوي أي آلام ولا بيساوي أي مشاكل أبدا، وممكن يكون مفيد كمان طبعا في كثير من الأحيان. حتى نركب عليه مثلا جسر أو يعني ممكن يكون له فائدة وليس فقط للضرر هو أو للألم. دكتور نبيل أهلا وسهلا فيك. ذكرت حضرتك خلال حديثك أنه في لدرس العقل فوائد، لو تخبرنا عن هي الفوائد. صحيح، أكيد ربنا ما خلقه عبس. يعني درس العقل سابقا لما ما كان في طب وما في تطور في الطب، كان الإنسان لما يوصل لعمر 17 ممكن يكون خسر أكثر من درس، وفي عمر 17 بيطلع الدرس هذا مثل هدية للإنسان، إنه بيكون قدامه مثلا مكان فاضي فممكن يأخذ مكان الدرس اللي قدامه. لكن هلا في وقتنا الحالي نحن ايضا ممكن اذا الطفل مثلا في عمر مبكر خسر احد الادراس الخلفيه فممكن درس العقل يفيدنا، بالاضافه الى انه درس العقل ممكن يعمل كدعامه للجسر عند فقد مثلا درس كمان خلفي، فممكن يكون دعامه خلفي الدرس العقل دعامه خلفي لجسر مثلا، فاكيد في له فوائد بعض الاحيان. نعم دكتور نبيل، اذا بدنا نحكي عن انه خلع درس العقل، شو هي الحالات اللي بيلجأوا لها يعني بالعادة أطباء الأسنان لحتى يخلعوا؟ هلا هو مشاكل درس العقل أغلب الأحيان بيطلع شكله مشوه، بيطلع بالعرض، بيطلع بشكل مائل، فممكن يساوي ضغط للأسنان اللي قدامه، ممكن يساوي حركة بالأسنان وتراكب بالأسنان الأمامية، ممكن يساوي منطقة تجمع نتيجة ميلان، وممكن يساوي منطقة تجمع طعام، وممكن يساوي التهاب لسة. ففي هالحالة لازم نحن نقوم بقلع درس العقل، ونتيجة انه فرشاية اغلبنا ما بتوصل لمكان درس العقل فهو ممكن يكون اكثر الاسنان عرضة للتسوس، وللأسف نتيجة موقعه في نهاية الفم فالتدخل عليه من قبل طبيب الاسنان ممكن يكون صعب، وبالتالي يلجأ الطبيب الى قلعه، الا في بعض الحالات اللي ممكن يكون هذا الدرس يعني نحن بحاجته، وبيكون مثلا فتحة فم المريض ممكن تكون كبيرة، فممكن بهاي الحالة نحن نلجأ لمعالجة درس العقل ونستفيد منه يعني. دكتور نبيل اليوم مثل ما بنعرف لكن بس خلينا تفضل ضيف شغلي انه درس العقل في المضغ ما له أي وظيفة، يعني هو كإنسان طبيعي وعنده الأدراس وعنده درس العقل وهو عم بياكل، فاللقمة ما بتوصل لمكان درس العقل ابدا. دكتور نبيل اليوم مثل ما بنعرف وقت اللي بيتعرض اي سن من الاسنان عنا لوجع خلينا نقول ولألم، بنروح على دكتور الاسنان وبيلجأ لوضع حشوة. اليوم درس العقل هل يمكن علاجه بهي الطريقة عن طريق وضع الحشوة فيه؟ معلش عفوا لو تعيد السؤال. عم بقول انه نحن وقت اللي بيواجهنا اي مشكله باسناننا ممكن يلجا الدكتور لوضع حشوه بالدرس، اليوم هل وضع الحشوه ممكن تكون لدرس العقل؟ طبعا اكيد مثل ما ذكرت قبل شوي لما بيكون درس العقل في فم مريض فتحه فم واسعه ومسوس في تسوس مو كبير وموصلان العصب، فممكن بكل بساطة الدكتور يدخل عليه ويعمل له حشوة ومثله مثل أي سن تاني بصير. نعم
دكتور، يعني في حال مثلا كان الدرس العقل يعني ملتهب والحالة كتير متأزمة، شو المضاعفات اللي ممكن يسببها للمريض؟ هي فعلا سؤال حلو، انه الدرس العقل ممكن يسوي آلام فظيعة، لأنه هو موقعه في زاوية الفم وممكن يكون متداخل مع العصب الفكي السفلي، وهذا العصب في له تفرعات كتيرة، فممكن هذا السن الدرس العقل يساوي ألم، ممكن يوصل للكتف، يوصل للطرف للرأس لنصف الرأس، فممكن يساوي ألم فظيعة. دكتور في الحالة نحن بنسارق في ألعو يعني. دكتور نبيل، أيمت الطبيب بيلجأ لخلع درس العقل؟ هلأ في حالات اللي بيكون الدرس العقل منطمر، مكانه ضيق، ما رح يطلع واضح عند الطبيب انه ما رح يطلع من خلال صورة الأشعة انه هذا الدرس ما له مكان، ممكن يأثر يعمل تراكب بالأسنان الأمامي نتيجة دفعه للأسنان، ممكن عم يساوي منطقة تجمع أكل بالخلف بينه وبين الدرس الأمامه، فبهالحالة أكيد، أو ممكن لما فيك تسوس واصل العصب وما في الدكتور يتدخل عليه نتيجة أنه فتحة الفم ضيقة، فبهالحالة منلجأ لخلعه لحتى ما يساوي لنا مشاكل يعني متفاقمة أكثر. نعم دكتور، نحن اليوم كيف بنقدر نحمي يعني أضراس العقل في حال يعني أنه كانت ظاهرة عند الشخص من التسوس أو من أي مشاكل تانية، يعني بحيث أنه نحن ما نضطر أن نلجأ لدكتور لطبيب الأسنان ويضطر أنه يعني يقوم بقلعه بعدين شو نشتغل نحن إذا ما رجعتونا؟ لا لابد يعني من الوقاية أكيد. أكيد أكيد لازم، أهم شيء نحن ننتبه للفرشاة الأسنان توصل للمنطقة الخلفية من الفم، يعني كثير من الأحيان بعض الناس يعني بفرشوا أسنانهم من دون ما يفكروا إنه وين الفرشاة ونظفت وين ما نظفت، إنه خلاص أنا فرشت أسناني، فلازم الفرشاة توصل لمكان درس العقل. لازم الشخص يروح كل 6 أشهر يعمل معاينة لأسنان، لأن في كثير من الأحيان ممكن يكون درس العقل موجود وعم يدفع الأسنان والشخص مو حاسس بهذا الشيء، ممكن يكون درس العقل عامل منطقة تجمع أكل وعم بيعمل تسوس بطيء والمريض مو حاسس بهذا الشيء، فلازم يعمل مراجعة كل 6 أشهر لطبيب الأسنان يشوف وضع درس العقل، يشوف وضع الأضراس الثانيين، لحتى ما يوصل لمرحلة إنه يصير ألم شديد وساعتها ما عاد يلاقي طبيب أسنان ولا عاد يلاقي حدا يقلع له هذا السن. نعم. يعني هو بيوجع على طول، بيوجع المريض في الأوقات اللي ما بيكون متواجد، يا بالليل يا بالعيد، يا هو سبحان الله يعني دائما هيك الأوجاع يعني هيك ما بيخطر على باله إلا تجي هيك بنص الليل، خاصة وجع الأسنان يعني يا بالليل يا وش الصبح يا مثل ما قال الدكتور بالعطل يعني. نعم دكتور، هو فعلا هو بالليل يعني هي شغلة علمية مو انه هي شغلة صدفية، لما الانسان بيتشطح وبينام فالدم بيتدفق للرأس بشكل اكثر فبيكون الالم الليلي اشد طبعا من الالم النهار، فلذلك بتنشط الالم بالليل. اكيد يعني الله يبعد عننا الم الاسنان لانه بصراحة هو من اصعب الالام. شكرا لحضورك معنا اليوم الدكتور نبيل العبسي طبيب اسنان، كنت معنا اليوم للحديث عن درس العقل، شكرا لك ورمضان كريم عليك يا رب. شكرا جزيلا لكم، الله يعطيكم العافية وشكرا لاستضافتكم إلي. مشاهدينا الكرام، مشوارنا الصباحي مكمل، وبعد الفاصل رح نكون مع تعليقاتكم على سؤال الحلقة، خلوكم معنا. مرحبا، كلنا نصغي للحكاية بعقل يتتبع تفاصيل الأحداث بعناية، وقلب يرمق النهايات برفق، لكن حكاياتنا اليوم جاءت بقيمة مضافة فائقة النفع، لقد قررنا أن نتحسس معكم طريق الشخصية الإنسانية بطلة حكايتنا،
ونفهم الروح الخلاقة التي منحتها كل هذا الإنجاز الرائع. برنامج صناع التغيير فرصة سانحة لا تضيع من أجل أن نراجع معا سيرتنا الذاتية في ظلال تجارب إنسانية رائدة. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وصلنا سوا لوقت قراءة تعليقاتكم على سؤال الحلقة حول كيفية صلة الرحم في ظل اللجوء والتهجير. نعم آلاء، نبدأ بالتعليق الأول من عقبة برش عم يقول على الواتس. تعليق آخر على هذا الموضوع من محمود أبو عموري عم بيقول بعد المغرب على الحوامة حتى للسحور، طبعا حصة صلاة العشاء والتراويح محفوظة. بس شو هاي على الحوامة؟ لا أنا ما أعرف الحوامة. على الحوامة يعني على الدوارة قصدهم. ها في عنا تعليق كمان من عفراء هاشم عم تقول صور الواتس أب لسفر الإفطار ومكالمات الفيديو وأدعية الصباح والمساء، وإذا كان اللاجئ وضعه مستقر ممكن يتقاسم مع أهله بسوريا مصروف رمضان. تعليق آخر من عمر أخرس عم بيقول على مواقع التواصل الاجتماعي. حسام عز الدين عم يقول والله برمضان وغيره طول السنة ما في غير البرامج المعروفة إلى أن يؤذن الله، إلى أن يأذن الله باللقاء، وأدعو أن يكون قريبا إن شاء الله. تعليق آخر من حمزة الصوفي عم بيقول أكتر شو بده يلحق الواحد ليلحق رسالة جماعية على الواتس وبيمشي الحال، وإلا بتبلش بأول رمضان بتخلصهم بنص وبعدها بتبلش معايدات على العيد ما بتخلص. أما علاء الدين إسماعيل عم يقول على الواتس أب حتى تخيل إنه بيني وبين ولادي خط نظر مسافة 4 كيلومتر وما في يشوفهم إلا عن طريق مكالمة فيديو واتس أب. أكيد الله يجمعك فيهم يا علاء. تعليق آخر من فادي سوني عم بيقول كل يوم بصير أدعي لهم بصلاة التراويح. مرضي فادي الله يرضى عليه. ماهر كساب عم يقول لك آخ بس ليش ضل حدا ممكن نتواصل معه؟ الأغلب شهداء ومعتقلين والباقي مشغولين بهموم ومشقة الحياة، وبهذا الوقت بالذات لازم ما نعتب على يلي تواصلهم معنا قليل. تعليق آخر من أبو جعفر عم بيقول والله الحمد لله ما بقي حدا نطمن عليه. الله يفرجا يا أبو جعفر، أكيد هاد حال كل السوريين. طبعا مشاهدينا التعليقات انتهت معنا، ومنرحب معنا بالأستاذ باسل نمرة اختصاصي اجتماعي ونفسي. أهلا وسهلا فيك سيد باسل. أهلا وسهلا فيكم. طبعا كل عام وانت بخير بمناسبة الشهر الكريم. تابعت معنا التعليقات على موضوع صلة الرحم في شهر رمضان وخاصة في بلاد اللجوء والتهجير، شو رأيك بهذا الموضوع وشو رأيك بالردود يلي وصلتنا؟ الحقيقة صلة الرحم هي أو التواصل مع الأقارب بهذا الشهر الكريم هي شيء أساسي. شيء أساسي ليش؟ لأنه هو جزء مهم من تحقيق الراحة النفسية والأمان، لأنه العائلة هي الأمان لأي شخص مهما كان بيجوز في خلافات بسيطة بتمر فيها أجواء لعينة، لكن بتضل العائلة هي الأمان، هي الراحة النفسية. لما بيجي هذا الشهر الكريم تجي السكينة فيه، كثير مهم أن يتواصل مع العائلة
وتواصل مو بس هذا التواصل الجماعي، يعني في احدى الرسائل مقرب معطل رسالة جماعية الكل، لا بجوز في الاشخاص البعيدين بالعائلة بعتهم مثلا كانوا رسالة جماعية، لكن كثير وجهة نظري يفضل انه تكون رسائل للعائلة تحديدا رسائل طيبية لكل شخص باسمه، لانه هي بتحقق لي راحة الودود اللي حيودوا لي اياها انا، تشعرني انه مهما كانت في مسافات مهما تعادتنا بعد التهجير وصلنا كل مين بمكان، لكن بتضل هاي الكلمات اللي انا ببعثها واللي حتجيني منهم باسمي هي حتكون راحه لإلي وانا. نعم استاذ باسل، يعني شفنا انه يعني اغلب التعليقات اجمعوا على انه عم يكون التواصل هلا او انه صله الرحم يعني بظل هاي الظروف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف البرامج، لكن يعني اليوم برأيك أنه بعد مرور هاي السنوات هل هي كافية وبيظل هاي الظروف؟ أكيد ما هي كافية، لكن هي الحل الموجود بين إيدينا. الأشخاص اللي يحسنوا يبنوا عائلة بجوار المخجر ويحسنوا يشكلوا ولو عائلة صغيرة ويحسنوا يكون مثلا عندهم أطفال يبنوا عائلة كمان هاي بتساعد، لكن الأشخاص اللي عايشين وغب كل مدة لحالهم يضل عايش لحاله ولا لا، يستخدم وسائل التواصل اللي هي متاحة بين إيدينا وغب أيام مثلا الطرف الآخر خصوصي بسوية الظروف كيف صعب بالنسبة حتى لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن متاحة يعني نستخدمها ونخفف الضغط. ما هي حل نهائي وما هي حل الأمثل، لكن هي لتخفيف الضغط تقليله قدر الإمكان، لأنه عدم استخدامها بيولد لي ضغط كثير كبير على نفسي أنا، إنه أنا ما في حدا من عائلتي عم بحسن بحكي معه عم بحسن بتواصل معه، هذا كمان شيء مؤلم. سيد باسل، لاحظنا بالتعليقات بعض الردود عم بتقول، وخاصة تعليق فادي سوني عم بيقول إنه بدعي لهم بصلاة التراويح. ما تعليق؟ طبعا هذا الشيء من الروحانيات بحكوا للتوريس فادي على هذا التعليق، هذا الطلب وإيش من الروحانيات خصوص في هذا الشهر الكريم، دعاء كثير مهم يعطي طمأنينة لإله، يعني فعلا صدقا هو كثير مرتاح لما عم يدعي لهم، كثير بحس براحة ولو هن ما سمعوا دعائه، لكن كثير هو نفس بحس براحة مع عم يدعي لهم، وأكيد عم يدعي لهم هو بالاسم، في أشخاص مع عائلته عم يدعي لهم بالاسم يرتاح كثير، فهي قوة له وهي عم توصلهم هذا الدعاء أكيد عم يوصلهم لهذا الشهر الكريم. استاذ باسل، كمان يعني في اشخاص بيشوفوا انه صله الرحم يعني برجع بكرر انه بيظل هي الظروف والمسافات بتكون انه بهدايا او مثلا مبلغ مالي، يعني برايك هذا الشيء انه صحيح وممكن يعوض الاشخاص القادرين على هذا الموضوع المستقرين مثل ما احد تعليقات قال فهو فينا يتقرب مصروف رمضان مع حالته، هذا شيء كثير كويس، هذا شيء كمان بيساعد، هي كلها عبارة عن مسائل بتساعدها تخفيف الضغط، لكن في أشخاص كمان وضعهم ما مستقر حتى يقدموا هاي الهدايا المعنوية المادية عفوا، يضل الشيء المعنوي هو الشيء أهم، يضل الشيء رغم بساطته، يعني مكالمة وصف رغم بساطة صوت وصورة طبعا أفضل حتى من بس صوت، أو حتى إذا ما كان ظروف بتاع صوت بس أفضل من عدمه وجوده، الفرق ما بين عدمه ووجوده شيء طرف يعطي راحة طرف يعطي خلص عذر عائلتي اللي هي الكهرباء. اليوم سيد باسل لو نرجع بذاكرتنا شوي لأيام كنا بسوريا والجمعات الرمضانية، قد في اختلاف بين هي الأجواء سابقا وحاليا، وخاصة بعد أنه العوائل كل عائلة يعني ما في عائلة كلها مع بعضها، أغلبها الأولاد بطرف والأهل بطرف والعمات بطرف، يعني لو تخبرنا عن هذا الموضوع أكيد. قديش ممكن يأثر هذا الموضوع بنفسية العائلة، بنفسية خلينا نقول الأب والأم أكثر شيء؟ تمام، اللمة الحلوة اللي كانت في تحضير الأسطور حتى فينا عائلات كانوا يسووا تحضير الأسطور سوا كعائلة بأيام رمضان في قرقة، الكل يكون قبل الأسطور ساعة مشان يساعد تحضير الأسطور، اجتماع هذا اللي كان بعد صلاة التراويح هي السهرة
كانت موجودة، هي بتعطي دعم كبير للشخصية، بتعطي قوة نفسية داخلية إنه شخص عايش بأمان ضمن هذا المحيط العائلي كل يوم عم بيكون موجود فيه. الكلمات البسيطة اللي بيحكوها الأب والأم مع أولادهم بهي الاستخدام كثير جزء أساسي في بناء شخصية الإنسان على فكرة، كثير مهمة. هلا للأسف عدم وجودها عم بيخلي فيه فراغ جوا شخصيتنا، ما ننكر هذا الشيء، كل إنسان عايش بعيد عن جو العيلة هذا في فراغ جوا، وسائل التواصل بتحاول تعوض، بينما السهرة للعيلة يعني الجمعة الرمضانية هي تحديدا هو الدعم لبناء الشخصية. بعد كثير شباب بعد ما الظروف خلتهم يجوا يتهجروا انه بس بدي ارجع على سوريا شو ما كان مشان بس اقعد هي الجمعه مع عائلتي، قديش مؤثره هي فيه، قديش عم تعطي قوه لنفسيته هو بشخصيته كله. بتعرف يعني كمان يعني استاذ باسل، يعني يمكن نحن بهي الظروف وبهي الاوقات منصير منعرف قيمة السوشيال ميديا ويمكن جوانبها الإيجابية نوعا ما. يعني بالفعل اليوم نحن مثلا لما عم نتواصل مع قرايبيننا بسوريا أو برا سوريا عن طريق مكالمات الفيديو، فعم نحس أنه هني أصلا معنا. فعن جد أنه هذا الشيء كتير منيح، يعني بالنسبة لكونه نحن دائما بنحكي عن سلبيات السوشيال ميديا، ولكن هي عن جد ميزة لازم نشكر من إيجابيات السوشيال ميديا. صحيح صحيح أكيد. وبدي أيد كلامك هون كثير اللي حكيتيه، وقديش نحن نكون إيجابيين على السوشيال ميديا، نستخدمها بإيجابية ونكون نحن فعلا إيجابيين بهذا التواصل، ما نكون نطلع بالفيديوهات اللي هي غير اللي في رماية الشيء، أو نتصل بس بإيجابيين لما تبدأ لما في مشكلة مشان نتقاتل معهم، لا. نعم أستاذ باسل، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم، بدنا نتمنى لك يوم سعيد وإن شاء الله هيك صياما مقبولا وإفطارا شهيا. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا لوقت جولتنا الرمضانية بأسواق الشمال السوري، ولهون بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من صباح سوري، مع أمنياتنا لكم بيوم سعيد، إلى اللقاء. أكيد بإمكانكم متابعتنا عبر معرفات قناة حلب اليوم الرسمية، وصياما مقبولا وإفطارا شهيا مشاهدينا، إلى اللقاء. مراد